السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي الحضور عزيزاتي. اليوم حتكون أمسية جميلة جداً عن شخصية يعتبر الغائب الحاضر، غائب عن دنيانا لكنه حاضر دائماً في قلوبنا وفي عقولنا في أذهاننا، شخصية لا تغيب أبداً عن البال، آثارها واضحة في كل مكان. شخصية الراحل الأستاذ زاهد قدسي، شيخ المعلقين أو أستاذ المعلقين الرياضيين، أول معلق سعودي. يعني الشخصية شخصية جداً لها أثر واضح في المجال التربوي، المجال الإعلامي، المجال الرياضي. أنا كلماتي فقيرة في وصف هذا الكيان، لكن معنا إن شاء الله أبناؤه، زوجته، إن شاء الله يوفوا ويكفوا معنا بإذن الله وفيهم الخير والبركة. معنا المهندس إبراهيم زاهد قدسي، أتفضل معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محبين زاهد قدسي، السلام عليكم مرة ثانية ورحمة الله وبركاته. أحييكم بجملة كان الوالد دائما يقولها لمحبيه: سعداء بلقياكم زاهد قدسي يحييكم. طبعا في البداية أنا أحب أن أتوجه بالشكر لمركز حي المسفلة، في مقدمتهم سعادة العميد محمد أمين شاوي على الاستضافة هذه في هذه الأمسية، كذلك أخص بالذكر الأستاذ أريج حكيم على إعطانا الفرصة هذا اللقاء، يعني وتسليط جزء لو كان بسيط عن حياة هذا الرجل، أو أنا سميتها رحلة كفاح للوالد رحمة الله عليه، استمرت حوالي 45 سنة، من عام 1957 لما رجع من دراسته من مصر، وانتهت إلى آخر يوم في حياته اللي هو في 2003. كان بيدير جميع الأعمال اللي كان يبدع فيها سبحان الله، من حيث الناحية التربوية أو الإعلامية أو الرياضية. يعني هذه الأمسية بنحاول إننا نغطي جزء بسيط، أنا طبعاً وأخواني طبعاً على رأسنا الوالدة الله يحفظها، اللي كانت ترافقه في هذه الرحلة، كانت معاه في هذه الرحلة الطويلة. والدة عظيمة، من أوائل المعلمات في مكة المكرمة، أمنا الحبيبة هند محمد علي علاف، واللي يشرفنا أنه تكون عندها المقدمة هي اللي تتكلم. ولكن أنا قبل ما أنقل يعني الكلام للوالدة، أحب أنه يكون السيرة الذاتية برضو تلقى سماعا لكم، وسيرة مبسطة طبعا من أخونا أشرف. تفضل أخونا أشرف. أهلا بالأستاذ أشرف زاهد قدسي، أتفضل بقراءة السيرة. أظن المايك عنده مقفل. طب دقائق نفتح له المايك. المايك معك أستاذ أشرف. هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل ما أقرأ السيرة الذاتية للوالد رحمة الله عليه، حبيت أشكرك أستاذ أريج على هذه الاستضافة. العفو، هذا واجب علينا. الله يكرمك، والشكر لجميع الحاضرين والمستمعين. نبدأ السيرة الذاتية للوالد رحمة الله عليه. طبعاً
الوالد من مواليد مكة المكرمة، ولد في عام 1356 للهجرة، متزوج طبعا من والدتنا الفاضلة السيدة هند بنت محمد علي علاف، وله من الأبناء 6 ولدين وأربع بنات. طبعا الوالد تلقى جميع مراحل التعليم بجمهورية مصر العربية، حيث مكث هناك تقريبا ما يقارب 14 عاما. سيرة الوالد تنقسم في 3 مجالات، اللي هو المجال التربوي والإعلامي والرياضي. هنبدأ في المجال التربوي. طبعا الوالد كان أو عمل كمدير للعديد من مدارس مكة المكرمة النموذجية، ومنها مدرسة الملك فيصل لما يقارب تقريبا 25 عاما. من ثم نقل للعمل في إدارة التعليم كمستشارا هناك، حتى أحيل للتقاعد في عام 1416 للهجرة. زاهد قدس الإعلامي أو في المجال الإعلامي، كان من أوائل من أوجد الصحافة الرياضية بالمملكة، وذلك في عام 1377 من الهجرة، حيث عمل أول أو كأول مدير تحرير لأول مجلة رياضية أسبوعية تصدر بالمملكة في عام 1380 من الهجرة. كذلك أصدر الوالد رحمة الله عليه السجل الرياضي المحلي والقاري والعالمي لكرة القدم، وذلك في عام 1418 من الهجرة. كان الوالد رحمة الله عليه أول معلق رياضي سعودي يقوم بالتعليق على مباريات كرة القدم بالإذاعة في عام 1382 من الهجرة، وبالتلفاز عام 1386 من الهجرة. قام الوالد بالتعليق على العديد من الدورات المدرسية والخليجية والعربية، وكذلك كأس العالم للناشئين والشباب والكبار. كان رئيسا للجنة أو للجنة المعلقين الرياضيين السعوديين منذ عام 1400 من الهجرة، وأول رئيس للجنة المعلقين العرب في عام 1416 حتى وفاته. زاهد قدس الرياضي أو في المجال الرياضي، كان أول رئيس لأول نادي للألعاب الرياضية مسجل رسميا بالمملكة، وذلك في عام 1379 من الهجرة. كان عضوا باللجنة الفنية لكرة القدم ل3 وزارات، كانت اللي هي الداخلية والمعارف والعمل. عمل حكما معتمدا للألعاب المختلفة، وقام بتحكيم العديد من المباريات. عمل مستشارا لنادي الوحدة بمكة المكرمة. كان عضوا بإدارة المنتخبات لكرة القدم بالاتحاد السعودي لكرة القدم. كان عضوا بالاتحاد السعودي لكرة الطائرة لمدة 16 عام. وعمل عضوا للجنة قواعد لعبة كرة الطائرة بالاتحاد الآسيوي لمدة 8 سنوات. شارك في العديد من المؤتمرات والتجمعات العربية والعالمية الكشفية، وتوفى رحمة الله عليه بمكة المكرمة في يوم الأحد 17/7 عام 1424 هجري. هذه هي سيرة زاهد قدسي رحمة الله عليه باختصار. وأنقل المايك الآن لوالدتنا العزيزة تعطيكم كلمة كده بسيطة لكم، تفضل يا عم. شكرا ليك أستاذ أشرف، وأهلا وسهلا بالأستاذة هند علاف. العفو. الله يعطيها، الله يعطيكم الصحة والعافية، وشكرا ليكم مقدما على قبول دعوتي لحضور هذه الأمسية. أتفضلي أستاذة هند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. أهلا بك يا حبيبتي، أسعدتينا والله ونورتينا. شكرا حبيبتي، جزاكم الله خير، وأشكرك وأشكر كل اللي بيسمعوني الآن. الله يرحمه، عشنا مع بعضنا ف
فترة طويلة، وكان إنسان عصامي، كون نفسه بنفسه، يعني جاهد في الدنيا ما شاء الله، وربنا وفقه. وكنت أنا يعني إنسان دلو إن شاء الله، والله يتقبل أعماله كلها بإذن الله في الآخر هناك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أنتوا تابعين إن شاء الله مجالس الأحياء الجمعية الخيرية ولا فين؟ مراكز الأحياء، إحنا مركز حي المسفلة إن شاء الله. الأمسية هذه مسجلة إن شاء الله كمان يوتيوب بإذن الله، يعني هننشر الرابط أيوة. بعد الأمسية إن شاء الله. أيوة، لأني أنا كنت رئيسة الحي الخالدية لمدة 15 سنة، ما إلا شاء الله تابع، تبارك الله. أيوة إلا تابع للجمعية الخيرية. كانت الرئيسة حقتنا الدكتورة مريم الصبان، ما شاء الله وكنت تبارك الله، أنا وأكرم. الله يسلمك حبيبتي، فرصة سعيدة والله. دائما يقولوا إنه زوجة الرياضي الجند المجهول في حياته، واتحملت كتير وعانت كتير فكيف كنت الجند المجهول، وكيف وإيش اللي خلاكي يعني ما شاء الله عليكي عديتي بالمشوار ما شاء الله. الله يعطيك الحمد الصحة لله، والعافية. الحمد لله والشكر لله، والتوفيق من ربنا. الحمد لله كان تقريبا يسافر في العشاء 3 مرات أو أكثر، اجتماعات وتعليق وكده، وأنا كنت مع أولادي وبناتي، يعني ربنا إن مع شاء انك الله. كنت يعني مدرسة، وكنت ما انت ما لك عملك برضو، لك مجال عملك ولك. أنا أيوة، أنا من غير مقاطعة أنا ما درست فترة طويلة، 3 سنين، وبعدها تفرقت البيت. قال لي أنت يعني لازم تتفرغي الأولاد، وأنا ورا يعني الشغل، وتعرفي طبعا السفر باستمرار وكده، لازم إيش أنت تكوني متفرغة ليهم. ما فعشان شاء كده الله كلها اللي درستها 3 سنين، أنا ما ما شاء الله طولت، تبارك الله. اتفرغت لاولادي ولبناتي، والحمد لله ربنا، توفيق من الله، الحمد لله الحمد الحمد لله لله. رب العالمين، الله يديك الصحة والعافية، وإن شاء الله الله تكمل المشوار مع الله مع الله الأحفاد بإذن الله إن شاء الله. الله يسلمك حبيبتي، وانا سعيده والله بهذا احنا اللي الاجتماع. مبسوطين والله، سعيدة جدا بسماع صوتك الله ومداخلتك إن شاء يسلمك، الله ومشاركتك الله لينا في يسلمك، هذا الحوار. الله يسلمك، شكرا. طيب الله يديك الصحة والعافية. الله يعافيك. كمان معانا من اللي نحب نسمع عنها إن شاء الله الأستاذة عبير زاهد قدسي. نتمنى نسمع عنها، عن والدها. عبير دقيقة افتح لك الصوت. اتفضلي يا عبير، افتح الصوت من عندك، ويا اهلا وسهلا بالاستاذ عبير. أهلا فيك يا أخت ريج، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة سعداء الله وبركاته. بلقياكم. كلمة والدنا المشهورة، بصراحة إحنا سعدنا بهذه الأمسية الجميلة، نشكركم ونشكر مركز المسفلة، وشكر موصول لك يا أستاذة أريج. وباسمي، باسم عائلة زاهد قدسي، يعني بصراحة ما إحنا عارفين كيف نشكركم، ونسأل الله أن يبارك لكم في عملكم وعمركم. بصراحة يعني لما حتكلم عن الوالد، كلماتي ما توفي، يعني لو حقول لبكرة والبعده والآخر نبضة يعني في قلبي، ما توفي. بس حقول ممكن بعض الكلمات كده لقيتها في دورة كانت لأختي أستاذة دلال مدربة، كانت عن الأثر، يعني ترك صناع الأثر. فإذا تحبي أني أتكلم عنها كده، هي ما تأخذ 3 دقائق أكيد يعني. أكيد يشرفنا، أكيد أكيد، الله تفضلي. يسعدك استاذ، الله يسعدك.
يعني عند الواحد ما يتكلم على قولهم كل فتاة بأبيها معجبة، فقلت لك يعني كلماتي ما توفي الوالد الله طبعا يرحمه. والدك غير كل الآباء يعني. الله يسعدك يا رب. يحتار الإنسان يعني إيش يتحدث ولا عن أي صفات يبدأ. بصراحة كان أب وأخ ومعلم، مربي أجيال إلا منهم الوزير والطبيب والمهندس والمعلم. مسيرة عطاء تجاوزت نص قرن من الزمن، يعد من رجال مكة البارزين الحمد لله، وهذه سمعة وأثر طيب تركه لنا الوالد، واحد من رعاة نهضتنا التعليمية، لأنه كان من الذين نادوا على لتعليم المرأة في البداية. يعني زعصيته رحمة الله عليه أصبح اسم هام يعني في مجال التعليم على مستوى مكة المكرمة، يعني منذ أن كان معلم إلى أن تم تكليفه بإدارة أكبر مدرسة متوسطة في مكة مدة تقريبا من عام 1392، مدرسة الملك فيصل النموذجية. أنهى مشوار والحافل بالإنجازات مع التعليم، كان مستشار مدير لقسم الإحصاء التربوي في إدارة التعليم مكة، كان يطلق عليه الصحفي الشامل، كان من الأوائل الذين نادوا زي ما تفضلنا قلنا يعني ضرورة تعليم المرأة في الوقت لم يكن في المملكة العربية السعودية مدارس لتعليم البنات. الكثير عرف المعلق الرياضي، كان ضيفا عزيزا على كل المنازل والبيوت، حتى اختير رئيس لجنة المعلقين العرب، حمل لواء الأولوية في نواحي شتى، وسجل التاريخ الرياضي أنه من الأوائل الذين أسسوا الألعاب المختلفة في المملكة. كان بشهادة الكثير رجل سيرته الحمد لله صافية، قلبه طيب. يعني هو شهادتي أنا في مجروحة لأنه والدي، لكن الكثير يعني يشهد بهذا الشيء الحمد لله. حظي بحب الناس احترامهم، مواقف خير يعني المواقف الخير الكثير يعني نبيلة، لجانب ذلك منزله كان وجهة كرم ووجود وسخاء، لا يكاد مجلس يخلو من الضيوف، ما شاء الله مجلسه دائما كان يعم بالضيوف سواء في شهر رمضان أو الحج، كان يدعو أصدقائه ومعارفه من خارج المملكة للإقامة في بيته، كان لا يتأخر عن مناصرة مظلوم ولا نجدة مكروب. أبرز ما عرف عنه يرحم الله هو تجارته الرابحة مع الله، حيث ساهم في التبرع لكثير من المشاريع الخيرية والإنفاق على الأسر الفقيرة المحتاجة، كان يشعر بقمة الفرح والسعادة هو يلتمس أوجاع الآخرين دور، يعني حتى إحنا أهله ما نعرف يعني هذه الأعمال أقرب الناس لي. نسأل الله يعني العلي القدير أن تكون هذه الأعمال نهر جاري يثقل به موازين حسناته يا رب. نقول لكل محبين والدنا زاهد قدسي الله نرجو إنهم يتذكروا دائما بالدعاء وطلب الرحمة والمغفرة له. عزاءنا فيما تركه من إرث طيب وسيرة حافلة بالأعمال الجليلة، جزاكم الله خير أننا يعني سمحتوا لنا أننا في هذا اللقاء الشيق نضع بصمة ونترك له أثر لو بسيط. جزاك الله خير أريج، يسعدك يا رب ويسعد الجميع يا رب. الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. نعم ترك طيب الأثر، ترك ذرية صالحة تدعو له وتقول له امتداد إن شاء الله. الله يسعدك. بس بسألك سؤال وحسأله لكل أخواني. أتفضل أتفضل أستاذ. إيش كان شعورك وأنت كده في أيام المدرسة إنه والدك كان شخصية معروفة؟ إيش كان شعورك وسط البنات؟ إيش كان؟ طبعا أنا لي الفخر أولا يعني إنه أبويا زاهد قدس الحمد لله، وهذا الشيء أنا أعتز به وأتشرف به رغم على فكرة إني أنا كنت أخجل، ما أحب إنه يقولوا هذه بنت كده، فيها شوية خجل من هذا الموضوع. رغم كده يعني كل المعلمات يقدرونا، المديرة بنفسها تقدرنا، سمعة أبونا الحمد لله كان يعني شيء يفرحنا، نمشي كده على قولهم راسنا الحمد لله مرفوعة، يا رب اجعلنا خير خلف لخير سلف. يعني الحمد لله كان إنسان طيب معروف بطيبته بأثره، حتى يعني بعد ما ماتوا يعني ساعات تصوري مرة كنت راكبة كريم، فطبعا اسم يكون موجود، قال لي أنت بنت الأستاذ زاهد قدسي، أقول له أيوة الحمد لله الله يرحمه. يعني كل ما رحنا محل يشوفوا الاسم يترحموا له يتذكروا بالخير، يقولوا إنسان طيب. يعني هذا الشيء اللي لوحده يكفينا، يعني إنه فخر لنا ولعائلتنا كلنا.
وإن شاء الله يا رب كده نكون أنت حسن ظن الجميع كده، ونكون نرفع إحنا كمان راسه، وجعلنا من إحنا من البارين فيه وفي الوالدة، الله يسعدها إن شاء الله ويبارك لنا في عمرها يا رب. إن شاء الله جميعا يا رب العالمين. شكرا كنت لك أنا يا أحب أستاذة. الكورة عشان خاطره والله، كنت أشجع الاتحاد، فكنت لما ينزل يلبس شيخ كده وينزل على أساس إنه عنده تعليق، يا بابا الله يخليك كده تحمس أعلق لنا على الاتحاد بحماس، ولما يجيب الهدف شجعنا، قال لي يا بنتي المعلق لازم يكون إنسان محايد ما يشجع فريق عن فريق، طب عشاني هذه المرة، فكنت يعني أحب عشانه كنت أحب أسمع التعليق وأحب أشوف الكورة، وكنت متعصبة وأحب أسمع، دحين يعني خلاص مع الأيام حتى الكورة تغيرت والتعليق تغير، مع احترامي طبعا للمعلقين الموجودين فيهم الخير والبركة، بس عشان كنت أحب المباريات أسمعها بصوت الوالد الله يرحمه، الله يرحمه ويغفر له إن الله شاء الله يا يرحمه رب اجمعنا ويجعل فيهم في دعوة. الفردوس الأعلى. آمين يا رب، آمين يا رب. أشكرك أستاذ عبير على شكرا مشاركتك لك معك وعلى حبيبتي، قبول دعوتك، الله يديك الصحة الله يسعدك يا والعافية. رب، الله يسعدك. إن شاء الله تكون إن شاء الله في مرات عديدة، وإن شاء الله تكوني من الذرية يا رب اللي تدخل والديها الجنة إن شاء الله يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين، يبلغنا رضاهم وبرهم يا رب. آمين يا رب العالمين. ودحين نبى نسمع أختك تهاني، يا ريت نسمع صوتها. أهلا وسهلا بالأستاذة تهاني، موجودة موجودة. أتفضلي يا أستاذة تهاني. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير ومحبة، أهلا وسهلا بيكي، وأهلا وسهلا بالحاضرين وسعادة عميد مجلس حي المسفلة وجميع الحاضرين من سادة وسيدات، يعطيكم العافية وشاكرين لكم جدا في هذه الأمسية اللي دائما بتخلد اسم والدنا الغالي علينا وعلى الجميع. طبعا أنا في البداية يعني حابة أقول دائما يعني إحنا في الحديث دائما نتكلم عن كلمة وراثة، الإشي اللي اكتسبناه دائما غالبا يتبادر لينا جميعا إنه الوراثة دائما نكتسب بس لون بشرة، مظهر خارجي، عين، أو ملامح شخصية يعني في بعض كفصيلة الدم وما إلى ذلك. لكن حقيقي الوراثة يعني أنا أثرت فيها كثير في اكتساب الجينات القيادية، ولله الحمد تقلدت عدة مناصب قيادية في الإدارة العامة للتعليم. كنت دائما أشاهد أمامي والدي الغالي، يعني حتى عندما أصبحت مستشارة بالتعليم مكتب المدير العام كنت حريصة على هذا الاسم. ليش؟ لأنه كان الوالد مستشار أيضا في التعليم، حتى عندما تقلت مناصب قيادية مديرة إدارة وما إلى ذلك دائما أشاهده، أشوف جميع الصفات اللي كان يتميز فيها كنت دائما أحب أتقلد بيها أستنبطها منه، طبعا بفضل الله ثم بفضله وفضل والدتي الغالية، يعني ربونا دائما على يعني يكون دائما شخصياتنا قيادية، يعني بفضل أسرتي اللي زرعت فيها حب العمل، حب العطاء، حب تحمل المسؤولية وتحدي الصعاب. دائما يعني كنت أتخيله لما أجي بيواجهني أي موقف أي صعاب في عملي، كنت دائما أتخيله وأشوف كيف كان بيتحمل تلك الصعاب وكيف كان يجتازها. أعتبر يعني نفسي محظوظة جدا بوجود قائد كان حقيقي تربوي، ودائما اسمه أنا وسام فخر لي في كل محفل في كل مكان شاركت فيه، في سواء داخل المملكة خارج المملكة، يعني الحمد لله. أنا مديرة مبادرة الحضانات والروضات الموسمية على مستوى طبعا زي ما احنا عارفين وزارة حج وأمارة، فكان دائما لما يجوا يشوفوا الاسم في أي مكان، أنت بنت الأستاذ زاهد قدسي، أقول نعم طبعا، يعني أحمل هذا الاسم حقيقي، يعني يعطيها العافية أمنا وغاليتنا وهي تاج على راسنا، زرعوا فينا أمور جدا جدا عظيمة، إن يعني دائما بنبحث ونستكشف المزيد من أي معلومة بتيجي عندي، كان دائما يشجعنا إننا نترأس بعطاء بحب بحنان بالصبر، حقيقي يعني كثير كثير أنا أتعلمت الصبر من شخصيته.
فالحمد لله يعني كان دائما حريص علينا في هذه الأمور، ويجعل كل عمل عمله معنا وزرعه فينا إن شاء الله في موازين حسناته ويرتقي بها إن شاء الله في أعلى الجنان يا رب. يا رب إن شاء الله، آمين يا رب. أسألك السؤال اللي سألته للأستاذة عبير، إيش كان شعورك أيام المدرسة، مو دحين أيام المدرسة، لما كانوا يسألوك هل أنت بنت زاهد قدسي؟ أي طبعا أيام المدرسة سعيدة بالاسم، طبعا فخورة جدا. يعني دائما أنا من الناس يعني اللي صورة والدي معاي في كل مكان، يعني أتقلد يعني في محفظتي في للآن، يعني طبعا هو صورته موجودة على مكتبي، في يعني هو الشخصية، يعني أنا دائما في دوراتي في برامجي في أي يعني مكان أروح، حتى وأنا بنت دائما يقولوا لي اختاري يعني قائد من القادة العظماء، أول ما يتبقى ما أعرف يعني حقيقي أحس هو قائد عظيم، قاد تعليم، قاد إعلام، قاد كل حاجة، قاد أسرة الحمد لله، اللهم لك الحمد بوجود والدتنا الحبيبة، يعني علمونا أمور جدا جدا هامة، يعني تجاوزنا كثير الحمد لله من الصعاب من المراحل في حياتنا. لكن حقيقي لما كنت صغيرة دائما يعني أنا أصغر واحدة، فدائما يقولوا لي أنت بنت زاهد قدسي، أقول لهم أيوة أنا بنت زاهد قدسي الحمد لله، إن أنا تهاني أنا اللي مقربة جدا لي دائما، يعني حتى لما جيت أتزوج سكن جنبه لأني حقيقي يعني رحمة الله عليه يعني كان يعني لنا وما زال لهذا اليوم السند الظهر العطف، ولله الحمد، الله يجعل إن شاء الله في جنات النعيم. اللهم آمين يا رب العالمين، وترك ذرية صالحة إن شاء الله بمساعدة طيب. والدتك الله يعطيها الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. وهي كان لها الفضل الكبير بعد الله عز وجل إن تحمل السفينة هذه بكل ما فيها، الله يعطيها الصحة والعافية ويبارك فيها ويخليها لنا يا رب إن شاء الله. إن شاء الله، ويمد في عمره إن شاء الله يا رب، وتشوفكم إن شاء الله، تشوف أحفادكم وتشوف أحفاد أحفادكم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب، يعطيكم العافية. شكرا ليك، شكرا ليك أستاذة تهاني. أهلا وسهلا فيك يا الله بالجميع، نسينا ونورتينا أنت وأخواتك ومامتك إن شاء الله. وعودة للمهندس إبراهيم. هي أستاذ أري، أنا بس حابب إنه يعني أهمل، يعني ما نبغى نهمل موضوع الجانب الخيري للوالد الحمد لله. فأختنا دلال الحمد لله، المدربة دلال لها أيوة السلام عليكم مرة ثانية. فأنا أبغى أشركها معانا لو بكلمتين، لأنه بصراحة هذه الأشياء المشاريع اللي بتسويها مشاريع زاهد قدس الخيرية ما شاء الله تبارك الله عليها، شيء يبيض الوجه. فأستاذ دلال أول مدرب دلال تفضلي معنا. أم أحمد، طبعا نحن ستة أبناء، أنا وأخوتي أشرف زي ما قال، وبعدين بيننا أربع بنات الله يحفظهم كلهم إن شاء الله. تفضلي أم أحمد، يمكن السبيكر مو شغال عند أستاذ أري. تفضلي أستاذ دلال. يا أهلا وسهلا بالأستاذ دلال معانا، نورتينا وأنستينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا حياكم الله جميعا، حياك الله أستاذ أريج، وحيا الله جميع الحاضرين والحضرات، وجزاكم الله خير الجزاء على هذه الأمسية. أسأل الله كذا أن يجعل ذكر الوالد ذكره في عليين يا رب العالمين. قصة المشاريع بفضل الله الآن عندنا فريق بمسمى فريق عطاء الخير لمشاريع زاهد قدس الخيرية، وهذه المشاريع بفضل الله يعني تحت مظلة رسمية، جهة رسمية. طبعاً لما الوالد توفى الله يرحمه جلست أفكر إيش الأثر أو الخير اللي نحن نقدمه ليه، لأنه قدم لنا الكثير،
يعني نحن لو قد ما نتكلم عن الوالد وقد ما نقول عنه حقيقي كان غير. أنا عن نفسي يعني أقول العالم كله يعني أنا ما شفت يعني زي الوالد في حنيته في رحمته في حبه لنا في تقديم كل جميل لنا. فلما نتوفى الله يرحمه بدأت أفكر إيش نقدم له. أول ما بدأنا مشاريعنا بدأناها مع فئة الأيتام كان شيء مختصر يدوب، وكنا في الفريق ثلاثة، وبدأ الفريق يكبر وبدأت المشاريع تكبر، والآن وصل الفريق بفضل الله 350 متطوعة، وأيضا من بعض المتطوعين من الرجال. قدمنا بفضل الله باسم الوالد، يعني أقول سبحان الله كل عمل والله إنه أتوقف يعني أمام اسمه. كان من ضمن المشاريع كنت أتمنى لمن أروح الحرم يكون اسم الوالد يعني ضمن المشاريع اللي تقدم في الحرم، فكنت والله أدعي يعني دعوة كده في الحرم أقول يا رب أقدر أعمل له مشروع يكون يعني اسمه كده في الحرم، كل مين يمار يلاقي الاسم ويذكره بخير. فبفضل الله انطلقت باصات العمرة المجانية وكانت أغلبها للفئات المحتاجة، نطلعهم عمرة، وكانت فعلا عملنا الحقائب باسم الوالد، مشاريع زاهد قدس الخيرية. فكثير كثير من الأعمال أنا بس أتوقف يعني حتى الشهادات لما تكون يعني نصدر الشهادات للمتطوعات ونصدر الشهادات لجميع من شارك من مدربين ومدربات أقول الله يرحمه ما هي الخبيئة إلا كانت بين الوالد وبين الله عز وجل. لدرجة هذه المشاريع أصبحت بهذه الكبر ولله الحمد والفضل لله، ثم لوالدي وحقيقي الوالدة والدة الله لا يحرمنا منها ويحفظها. كنت ما نتكلم عن الوالدة ما أدينا حقها، لكن ما يعني في هذا المقام أمي الحبيبة أسأل الله أن يديم عليك الصحة والعافية، ويا رب يا رب يديمك لنا ويحفظك لنا ويعطيك الخير أتم. شكرا أستاذة أريج. أنا يعني هذا شيء موجز بسيط، لكن في شيء يعني سبحان الله كان من ضمن المشاريع ملتقى زاهد قدس الخيري السنوي، هذا ملتقى في رمضان سنويا نعمله يعني في قاعة كبيرة، وتكون ما شاء الله آخر مرة وصل عدد الحضور تقريبا إلى 1000 حاضرة من جميع الفئات المحتاجة، من الصم والبكم، من الأيتام، من الجاليات، من المكفوفين، من الأيتام وأمهاتهم. فأسأل الله أن يتقبل منا ومن الجميع هذه الأعمال، جزاكم الله خير. هي مداخلة دخلتها رغم يعني كنت أتمنى الأكثر، ولكن هذا موجز بسيط عن مشاريع زاهد قدس الخيرية. يا أهلا وسهلا بك، أسعدتينا ونورتينا، وشكرا لك أستاذة دلال. أهلا بك. بس حسأل السؤال اللي سألته لأخواتك، إيش كان شعورك وإنت بتدرسي في أيام المدرسة أيام الجامعة، وبعد ما يكتشفوا إنك أنت بالزاهد قدسي، إيش كان شعورك، إيش كان ردة فعلك؟ والله حقيقة يعني أفتخر، يعني ما تتخيل لما نكون في أي مرحلة دراسية ويعرفونا بن زاهد قدسي، معقولة أنت بن زاهد قدسي؟ تلاقينا بكل فخر الحمد لله. أيوة نعم، وتلاقي يعني من جد أصوات كثيرة يعني نحن نحبه ونحن وإلى الآن يا أستاذة أريج يعني كل ما يشوفوا اسمي سبحان الله في التدريب، في لأنه مدربة، فأنا من أدرب فتلاقي بعض المتدربات ونعم ونحن نفخر إنك أنت بن زاهد قدسي. نفس الشيء يعني جميع المشاريع بفضل الله، الجمعيات لما نعمل شراكة مجتمعية
فتلاقي يترحموا على الوالد ما تتخيل لأي درجة إنه يفرحوا إنه هذه المشاريع بمسمى الوالد. فالله يرحمه وأسأل الله أن يجمعنا به في أعلى الجنان إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. بما أني أنا من متعاونة مع مركز حي المسفلة، يسعدني ويشرفني يكون في شراكة مجتمعية بيننا وبين مركز حي المسفلة في الأعمال التطوعية للأعمال الراحل زاهد قدسي. طبعا أكيد لازم يشرفنا ويسعدنا كمان أكيد. وأكيد نحن يسعدنا ذلك. يعني صحيح أنا ساكنة بجدة وكل يعني جميع المشاريع في جدة، لكن بنعمل في أيام يوم عرفة أيام المواسم فبننزل أعمال في مكة. لكن مركز حي المسفلة يساعدكم في دي الأمور إن شاء الله، ويكون يعني اليد اللي بتساعدكم في مكة بإذن الرحمن إن شاء الله. أكيد أكيد لينا الشرف، بالعكس لينا الشرف. وفي ما شاء الله عندنا أختي تهاني وأشرف في مكة، وبإذن الله نكون نعمل معكم شراكة مجتمعية، لينا الشرف بذلك أستاذ أريج. شكرا لك أستاذ أريج. شكرا لك يا أستاذة دلال، أسعدتينا ونورتينا. الله يعطيك الصحة والعافية. يا أهلا وسهلا. الله يعافيك. شكرا لك. شكرا لك. ومعنا الحفيد زاهد زاهد إبراهيم قدسي. أتفضل زاهد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية على التنظيم أستاذ أريج، العميد أستاذ محمد منشاوي. أنا صراحة حبيت أقول كلمة قصيرة، يعني بحكم أني ما عاصرته كثير، لكن الفترة اللي عاصرته فيها كنت صغير وكانت كافية صراحة أني أعرف يعني سر محبة الناس له. كان الله يرحمه يعني عرفت محبة الناس له من أبسط التفاصيل، يعني زي لما كان يأخذني معاه الله يرحمه البشكة، كنت أفتكر لما أنام فيها كان يغطيني بالجاكيت اللي لابسه، كانوا احترامه للصغير الكبير عمره ما رفع صوته على أحد، هو شخصيته في نفس الوقت، يعني حاجات تفاصيل زي هذه بسيطة خلتنا عمرنا ما ننسى، مع أننا كنا صغار يعني. وأنا متأكد الكلام هذا ينطبق على عيال عماتي اللي هم أولاد أحفاده كلهم، ولازلنا وإلى الآن سيرته ما شاء الله تنذكر على كل لسان، والناس يترحم عليه بكل طيبة، وما نقدر نقول الله يرحمه وما نوفي حبه. إيش شعورك لما أحياناً تشوف مباراة له باسمه، أو مثلاً يذكر إنه زاهد قدسي، أحياناً يكون ما حد يعني منتبه لاسمك وفجأة ينتبهوا لاسمك إنك أنت حفيد الأستاذ زاهد قدسي، إيش شعورك؟ والله شعور حلو صراحة، يعني لو حابة تسأليني ويخليني كنت أتمنيت إني عشت معه فترة أطول، يعني إلى اليوم صراحة في عملي إلى الآن ينذكر ويسألوني عنه. أنا شغال في الخطوط السعودية، فكل ما بنطلع رحلة وكل ما بنطلع إن كان من كابتن إن كان من ملاح إن كان من إلى درجة حتى المسافرين يعني بيسألوني عنه أحيانا. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله يعني إلى الآن صغير وكبير بترحم عليه. طيب ولما كبرت وعرفت إنك أنت مسمى على اسمه، إيش كان شعورك؟ فرحت؟ أكيد شعرت بالفخر، شعرت إيش شعرت طبعا. لما أنت عرفت إنك أنت مسمى على اسم جدك؟ والله نتمنى إن شاء الله يعني نسوي حاجة تقارن ولو بشيء صغير من اللي سواه. إن شاء الله فيكم الخير والبركة جميعاً إن شاء الله. شكراً على المداخلة الجميلة، أسعدتنا ونورتنا وشرفتنا. الله يسلمك ويعطيكم العافية. يا أهلا وسهلا بك. يا أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ عريف. معليش أختنا الرابعة أبت إلا أن تشارك ميادة، فهي بالآيفون لو تفتحي لها السبيكر اللي رافع يدها. فين راح الآيفون؟ أيوة فين يا ميادة؟ أرفع يدك عشان أشوف الاسم اللي رافع أعتقد.
وممكن ننتقل لضيف من الضيوف قبل ما نروح. هي كانت طيب اوكي ناخذ مداخلة خالد الحسيني ويا ميادة ارفع يدك عشان اشوف اسمك الله يديك العافية. الأستاذ خالد الحسيني اتفضل المايك معك. أستاذ خالد افتح المايك من عندك أستاذ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة هي فرصة جميلة. أولا أنا صديق والدك الأستاذ فريد حكيم رحمه الله، تبارك الله. أعرفه من فترة طويلة عندما كان مساعد للأستاذ محمد رمضان في مكتب رعاية الشباب في مكة، الله يغفر له ويرحمه، كان بيننا علاقات جميلة. الحقيقة أنا أشكرك، أشكر مركز المسفلة، الأستاذ زاهي القدسي، مجموعة شخصيات كبيرة. رجل تفرد بأعمال كثيرة، هو تربوي منذ الثمانينات الهجرية، وهو رياضي، وهو صحفي وإعلامي. قل أن تجدي هذه الصفات مجتمعة في شخص واحد، لكنها اجتمعت في زاهي القدسي إلى جانب الخلق والقرب من الناس والتواضع. أيضا زاهد قدسي قدم للصحافة خدمات كبيرة، وقدم لنادي الوحدة وللرياضة، وقدم الحقيقة الأشياء الكثيرة. أنا بحكم عملي في المجال التربوي والإعلامي قريب كنت من كثير من الأخبار. الحقيقة أنا استمرت علاقتي معه حتى وفاته، وكنت من أكثر الناس الذين فقدوا زاهد قدسي. اللي عشان الوقت كمان أيضا أنا بقول اليوم سعدت جدا بحديث أم إبراهيم وبناتها عن والدهم، حديثهم كانت جميلة، وهذا كمان شيء توقفت أمامه. رغم مشغولية والأستاذ زاهد قدسي السنوات الطويلة هذه، استطاع بفضل الله أن يهتم بأسرته الصغيرة، بناته ما شاء الله معلمات ومدربات، وابنه مهندس في الجامعة وأشرف مدرس في التربية. هذا الشيء الأمر مهم جدا، لم يكن بالأمر السهل، وإن ساعدت فيه أم إبراهيم الله يطول في عمرها. الحقيقة أنا أول مرة أعرف رغم قربي من العائلة ومن الأخ إبراهيم أن هناك أعمال خيرية للأستاذ زاهد قدسي رحمه الله، وهذا عمل جميل جدا يتابعه بناته وأولاده. بعد وفاة قبل لا يتوفى الأستاذ زاهد بحوالي سنة، استضافني في بيته ورأيت وثائق وصور وشهادات على مدى نصف قرن في بيته. أتمنى هذه أن يتم الاهتمام بها، سواء عن طريق جهة رسمية أو عن طريق أبنائه. إرث كبير جدا يجب أن يعلم الناس، في غرفة خاصة منظمة هو بطريقة الخاصة. أنا أدعو من هنا إدارة التعليم في مكة المكرمة، وهو نظام صادر ومعروف من وزارة التربية والتعليم، أن يتم تسمية مدرسة باسم زاهد قدسي. زاهد قدسي قضى زمن طويل في الميدان التربوي، في مدرسة الملك، من قبل مدرسة الملك فيصل، في التجارة، في الزاهر المتوسطة، بعدين الملك فيصل، وفي تلك الفترة بالإمكانيات الضعيفة كانت من أبرز المدارس في مكة المكرمة. أتمنى أن يسمى شارع باسم زاهد قدسي لأنه يستحق، وهناك من أطلقت أسماءهم على شوارع ما قدموا أقل مما قدمه زاهد قدسي للمجتمع. الحقيقة لقاء أكرر شكري لمركز المسفلة ولك شخصيا، وأتمنى أن يتم توثيق هذا اللقاء كما قلت أنت، لحتى يستفيد منه كثير من الناس. كانت لقاءات جميلة مع بناته وأولاده، وأنت الحقيقة كنت يعني مجيدة في الحوار، وأسأل الله في هذا اليوم أن يغفر للأستاذ الكبير التربوي والإعلامي والصحفي زاهد إبراهيم قدسي ووالدينا، وأن نرى خلفه
أولاده وبناته وأحفاده إن شاء الله يواصلون المسيرة الجميلة التي عاشها زاهد قدسي سنوات طويلة ملء السمع والبصر في كل المجالات، التعليق والتربية والرياضة والمشاركة المجتمعية مع الناس. شكرا لكم. شكرا لك أستاذ خالد، ومبادرة جميلة إنه نطلق اسم الأستاذ زاهد قدسي على مدرسة من المدارس، لأنها تكون إن شاء الله نبراس معرفة. أنا أضم صوتي لصوتك إن شاء الله، ويا ريت إدارة التعليم تبادر بهذا الشيء وفاء للراحل الله يرحمه بآثاره في المجال التربوي. وكان طبعا هو في مدير مدرسة الملك فيصل اللي هي تعد من المدارس الغير عادية كانت في مكة. نعم، من أول النموذجيات في مكة المكرمة طبعا. نعم، ولا الآن طبعا. ونحن في مجال التربية نفتخر بتلاميذنا اليوم، وزاهد قدسي قبلنا افتخر بسنوات لأنه سبقنا بسنوات طويلة بتلاميذ الذين نجدهم في كل مجالات الحياة. من طلاب زاهد قدسي لا زالوا يذكرون ويذكرون أعماله الطيبة في العمل التربوي. شكرا لكم. شكرا لك أستاذ خالد، بارك الله فيك وأسعدتنا ونورتنا بمداخلتك. الله يخليك. شكرا. معنا دحين مداخلة من الأستاذة ميادة زاهد قدسي. أتفضلي أستاذة ميادة، أفتح المايك من عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سعيدة ولي الشرف أن انضميت معاكم في هذه الأمسية، وسعيدة ولي الفخر أني أنا بنت زاهد قدسي رحمة الله عليه. أهلا 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 وسهلا بيكي، نورتينا وأنستينا، وأنا من أول بسأل فين ميادة ليه ما ظهرت. دحين أرسل لك الورد عشان أظهر، يسعد قلبك يا رب. إن شاء الله يا رب. شكرا ليكي. أتفضل أستاذة ميادة. الحمد لله. والله سبحان الله أنا أفتخر أولا أني أنا بن زاهد قدسي رحمة الله عليه، وسبحان الله سبحان الله لي الفخر بين صحباتي بين أخواتي في مشروعنا للعمرة، فخر كبير. ونحن نطوف حوالين الكعبة ونحن شايلين أكياس محملة لتفطير الصائمين، ومكتوب عليها عطاء الخير لمشروع زاهد قدسي. هذا فخر أنا أفتخر فيه إن شاء الله، ويديم علينا هذه النعمة يا رب واحفظها من الزوال. إننا بنطلع ناس محتاجة لهذه العمرة، أو ناس حابة أن تسوي عمرة وما تقدر تروح للحرم، باسم مين؟ باسم أبونا رحمة الله عليه. هذا سبحان الله في أعمال الوالد. أما في حكاية أني أنا أكون بين صحباتي بين أخواتي في الله وأنا بن زاهد قدسي رحمة الله عليه، هذا فخر. يعني حتى الدكتور حقي سبحان الله في يوم من الأيام سألني، هل أنت بن زاهد قدسي المعلق الرياضي مدير مدرسة الملك فيصل النموذجية؟ قلت له أيوة. قال لي أنت هعاملك معاملة خاصة. سبحان الله ضحكت، قلت له ليه؟ قال لي الوالد مواقف وقفات جدا رائعة معاي ومع أهلي. هو دكتور هاني معلم دكتور روماتايد، يقول يعني أبوكم مات لكن سيرته وسمعته ما زالت سبحان الله على مدى السنين والأيام. في سبحان الله مواقف كثيرة وعظيمة سواها الأهلي، ويعني نفس أهل الدكتور ده. وفي نفس الوقت أنا درست في نفس المدرسة حقت الملك فيصل. كان أبوكم ونعم الأب ونعم الرحيم ونعم أطيب قلب. ضحكت قلت لي يا دكتور ما يحتاج تقول عن الوالد هذا الكلام نحن عارفين. قال لا، أحب أقول لك هو، وكل ما تجيني لزيارة لعندي للعيادة أحب أقول لك هذا الشيء. سبحان الله هذا فخر، والله يرحمه واغفر له. كان فعلا إنسان طيب، والجار الطيب والحنون والقلب الطيب على الأيتام. ترى بابا من زمان يحب الأيتام، الله يرحمه واغفر له، الله يرحمه ويغفر له، يحب يراعيهم. عشان كده
يعني المشروع هذا حق الأيتام مشروع له إشراقة قلب. سبحان الله تحس في سعادة الأيتام وهم يكسبوا الهدايا ويكسبوا الكسوة ويكسبوا يعني سبحان الله من أحب الأعمال عند الله هو إدخال فرح السرور على قلب مسلم، وبيدخل على قلب هذول الأيتام سرور وسعادة في رمضان سبحان الله بالكسوة للعيد بهدايا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يديمها يا رب في عيد الفطر وعيد الأضحى لما تكسي يتيم ويفرح هذا اليتيم بالكسوة وبالهدايا اللي تجيهم. يعني هذه الحالة والله سعادة، والله سعادة سعادة سعادة. يعني سبحان الله تشوف في القروب وهم البنات الأيتام يتشكروا وسعيدين بالهدايا اللي تجيهم صح هو يعني بفضل الله ثم بفضل أحبابنا وأخواتنا في المشروع، والحمد لله. هذا الحمد لله رب العالمين. لا بالعكس، احنا يهمنا جدا انه تعريف بالمشاريع الخيرية. انا اول مرة اسمع منكم بالمشاريع الخيرية. ليش؟ لانه انا من الناس اللي انا شخصيا كمبادرة شخصية مني أحب أوثق وأعرف الناس بالمشاريع الخيرية، حتى اللي يحب يدعم أو يحب يساعد يصير عنده فكرة عن المشاريع دي كيف يوصل لها. أيوة. ممكن كمان يكون لها تسويق أكبر، يعني على مستوى أكبر من كده. يعني أنا يعني معاكم إن شاء الله، حكون معاكم إن شاء الله بتوثيق هذه المبادرات إن شاء الله يا رب، وتسويقها وتعريف الناس بيها، لأنه في كثير ناس حابين إنهم يشاركوا في أعمال خير بس ما هم عارفين الطريقة، ما هم عارفين. أيوة فعلا فعلا والله العظيم. واحدة شافتنا في الحرم ونحن شايلين الكيس في يوم من أيام العمرة لما كنا ننزل ميداني طبعا قبل كورونا، نادتني تونسية يعني قالت لي أنا أعرف الأستاذ زاهد المعلق الرياضي. قلت لها أيوة. قالت هذا إيش يعني أنتم ماشيين وكثير من الأخوات شايفتهم شايلين نفس الكيس اللي أنت حاملته؟ قام ضحكت قلت لها نحن مشروع العمر عندنا. فعلا ما المشاريع هذه ناس كثيرة حابين يعرفوا بيها، ناس كثيرة حابين يشاركوا فيها بس ما هم عارفين الطريقة. وما شاء الله تبارك الله، وكمان مشروع باسم الأستاذ زاهد قدسي أكيد الكل حابب إنه يشارك فيه عشان كمان الأجر مشاركة. أيوة. الأجر إن شاء الله. أيوة إن شاء الله يا رب يا رب اجعلنا مسخرين للخير وسخرنا للخير وسخر أهل الخير لنا دائما، هذه دعوتي يا رب إن شاء اجعلنا الله. مسخرين في الخير والخيرات وسخر أهل الخير لنا. وفرصة سعيدة تعرفت عليك، يعني الله يجمعنا على أنا خير. أسعد والله، أنا أسعد إن شاء الله. يجمعنا على خير في الدنيا وفي الآخرة يا رب. إن شاء الله إن شاء الله حبيبتي، يا أهلا وسهلا بيكي، نورتينا وأنستينا وعرفتينا كمان بالمشاريع الخيرية أنت والأستاذة دلال، جزاكم الله خير. وإن شاء الله لي لقاء معكم إن شاء الله بالمشاريع هذه إن شاء الله، بالتعريف بها إن شاء الله بمشيئة الرحمن. شكرا لك، شكرا لك حبيبتي. وأنا مشكورة لك يا حبيبتي، جزاك الله خير إن شاء الله جميعا. السلام عليكم. السلام أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وعودة للأستاذ أشرف قدسي. أستاذ أشرف معك المايك. أين ممكن تفتح الكاميرا أبو أبي؟ نفتح له هي بس دقيقة، بيحاول ينقل صورة عن متحف تبع الوالد اللي موجود في مكة، متحف تاريخي لفترة زي ما قلنا في البداية 45 سنة، حاول يجمعه في هذه المكتبة الخاص لي. أتمنى إن شاء الله يتم التصوير. إذا في إشكالية ممكن نروح للأستاذ عفاف منشي.
أفتح الكاميرا من عندك أستاذ أشرف. أيوة تمام. طيب هذا تقريبا المتحف حق الوالد رحمة الله عليه، نمر عليها واحدة واحدة، أحاول أشرح لكم أقدر عليه. طبعا هذا وسام تكريم من الرئاسة العام لرعاية الشباب، حصل عليه الوالد في حياته قبل وفاته لله الحمد، وطبعا كان الوسام للرواد أو أول المؤسسين للحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية. طبعا هذه كلها دروع تكريم من عدة جهات، أولها من نادي نادينا الحبيب نادي الوحدة مكة المكرمة، هذا درع إحدى من مدرسة اللي كان مديرها اللي هي مدرسة الملك فيصل، هذا درع من أستاذ صالح البان أحد أصدقاء الوالد المقربين، هذه برضه من إدارة التعليم، وهذه أيضا من مدارس الملك فيصل، هذا درع من البطولة العربية الخامسة لكرة الطائرة بما أنه كان في اتحاد كرة الطائرة، هذا درع من نادي الهلال، وهذه برضه درع شكر وتقدير من مراكز التدريب للناشئين لكرة الطائرة، هذه من جريدة عقاب، في كمان هنا بعض الدروع، هذا من الاتحاد المصري لكرة القدم، وهذا من الاتحاد العماني، كلها دروع للتقدير، هذا من نادي الاتحاد الرياضي. تقريبا هذا درع تقديري من البطولة العربية التاسعة للأندية أبطال الكؤوس كرة القدم، هذا الدرع من الاتحاد العربي السعودي أيام تقريبا كأس العالم في فرنسا 98، الناس اللي كانت مرافقة للمنتخب هناك، هذا من الخطوط السعودية، هذا درع تقدير من الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز رحمة الله عليه في بطولة كأس العالم الخامسة للشباب اللي استضافتها مدينة الرياض، وهذا درع من الفضائية اليمنية، وهذا من النادي الأهلي. طبعا هذه كلها دروع تقدير حصل عليها الوالد رحمة الله عليه، وميداليات أيضا، في هنا الدرع تكريمي اللي تكرم فيه من نادي الوحدة قبل وفاته هو والأستاذ محمد رمضان رفيق الدرب بالتعليق، طبعا نفس الشيء، هذه كلها دروع، وكان الوالد يحب يجمع بعض التذكارات من البطولات اللي كان يشارك فيها زي هذه أولمبياد سيول، التميمة حق أولمبياد سيول الموجودة في الخداديات، هذه نفس الشيء هنا كأس العالم 94 أول كأس عالم يشارك في المنتخب، هذه الكورة كانت اللي هي في برضو كأس العالم اللي كان في أسبانيا، وكان معلق عليها الوالد رحمة الله عليه، هذه طبعا كانت اللي هو نفس المونديال اللي في أسبانيا، كل هذه زي ما انتم شايفين تذكارات من الدول اللي كان يزورها، هذه التذاكر المباريات اللي كان يحضرها الوالد رحمة الله، كان حريص يجمع الأشياء لأدق التفاصيل، التذاكر حقت المباريات كان يحتفظ بها رحمة الله عليه،
هذه انت ايوه هذه تذاكر اللي كانت كاس العالم اللي في اسبانيا، هذه تذكره من تذاكر كاس العالم اللي في امريكا في 94. ما شاء الله تبارك الله. طبعا بعد الطوابع اللي اصدرت على الدورات المختلفة سواء كانت أولمبيات أو كأس عالم، ميداليات زي ما احنا شايفين، هذه البطولة العربية وهذه برضها إيداعات ودروع من نادي النصر ونادي الهلال زي ما انتم شايفين برضو هذه الشعارات حقت النوادي، نادي الزمالك كان مسوي زيها لمدارس الملك فيصل ونادي النجم التونسي، هذه كلها أعلام كان يحب يجمعها رحمة الله عليه. هذا نادي الضفتين فلسطين أو عمان الأردن عفوا، زي ما احنا شايفين هذه البطولة الآسيوية الثانية للناشئين لكرة الطائرة متفق بيها. نجي هنا لل الكرنيهات زي ما كان يقول عليها رحمة الله عليه، أو البطايق اللي كان يأخذها وقت ما كان يشارك في البطولات، زي هذه البطاقة اللي هي بطولة بطاقة مشاركة، بطاقة المشاركة. نعم هذه بطولة الأمير فيصل، بطولة العربية نفس الشيء، هذه بطولة العربية، بطولة كأس الكؤوس الثالثة للأندية العربية، يعني كل هذه البطايق رحمة الله كان يحافظ عليها ويجمعها ويخلنا العادة يعني. حتى أنا محافظ كل البطايق حقت نادي الوحدة لما كان عضو شرف في النادي، طبعا هذه صورة قديمة للوالد رحمة الله عليه لما كان شغال في جريدة البلاد أول ما رجع من مصر، هذا الشعار اللي كان يحطوه لمدارس الملك فيصل النموذجية، هذه التذاكر اللي كان يوزعها رحمة الله عليه لما كان يسوي مباريات ما بين الفرق هنا في مكة للألعاب المختلفة زي التنس الطاولة، هذه كان فيه كمان كرة الطائرة، هذه عضوية الكشافة، كان الوالد يحب الكشافة رحمة الله عليه، كانت هذه العضوية حقة الوالد، أشياء أثرية قديمة. وهذه كمان لما كان شغال في صحيفة الرياضية في مكة. ما شاء الله تبارك الله. وهذه ميداليات وزي ما احنا شايفين جماعة من البطولات اللي كان يحضرها، زي الدورة الرياضية العربية للمدرسية السادسة، حتى أبسط الدورات كان بيجمع الدبابيس حقتها أو السلاسل ما شاء الله، يعني زي هذه السلسلة برضو سيرة مشرفة ما شاء الله وتاريخ حافل ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا بشكل مبسط المتحف حق الوالد، يعني أشياء قديمة وأثرية ونفتخر فيها إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. بالنسبة ليك يا أستاذ أشرف، في سؤال أنا ما سألته ليك، سألته لأخوانك فحسأله ليك. إيش شعورك وانت بيسألوك هل أنت ابن زايد قدسي؟ أيام المدرسة طبعاً أتكلم. والله هو فخر واعتزاز طبعاً لينا كلنا كمنا زايد قدسي، ولكن كان حمل تقيل كل أمانة. إيش تقول فيه يعني؟ تقول فيه أنه لازم أحافظ على الاسم هذا، يعني خاصة في المدرسة، طبعاً كنت طالب جداً مؤدب، ما أحب أسوي مشاغبة ولا مشاكل مع المدرسين، كله حفاظاً على اسم الوالد رحمة الله عليه. فابن المدير لابد أن يكون أفضل الطلاب، فعشان كده كانت بالنسبة لي الاسم تقيل، فكنت دائما أحسب الخطوة اللي أخطيها، ما أحب أسوي مشاكل، ما أحب أسوي أي مشاغبات هناك في المدرسة، لأنه هذه كلها
بتأثر على اسم الوالد رحمة الله عليه، فالاسم كان تقيل وزي ما تقولي علمني أو خلاني إنسان منتظم في المدرسة وزي ما تقولي مسؤولية. نعم مسؤولية زي ما تقولي تقيلة، ولكن الحمد لله كنا قد المسؤولية وفقا إن شاء الله. إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله قدها وقدود ما شاء الله. أبو مدرس في مدر في أحد من مدارس مكة، هو ماشي على مسار الوالد ما شاء الله تبارك الله. يا مهندس إبراهيم أبغاك تكلمنا لو سمحت عن جائزة أفضل معلق لزاهد قدسي، جائزة أفضل المعلقين. طبعا نحن الحمد لله زي ما ذكرنا يعني عملنا موضوع على الأشياء الخيرية للوالد، ما نسينا الشيء اللي كان يحبه أو هوايته في الحياة اللي هو التعليق الرياضي. طبعا بعد وفاته رحمة الله عليه كنت أتمنى أنا طبعا أني أكمل الدكتوراه، عملت ماجستير. الوالد طبعا زي ما قلنا عانى، كان يتربى يتيم سبحان الله من عمره 6 سنوات أو 8، جدنا توفى الله يرحمه إبراهيم، فعانى حكاية فقدان الأب واليتم، وهذه قصة وفاة جميلة أنا أذكرها دائما لأن الناس هذه لها فضل بعد سبحان الله وتعالى، إنه عم أحمد ملائكة تبنى الوالد والأستاذ عبد المقصود خوجو وأرسلهم إلى مصر للدراسة في لفترة حوالي 16 سنة تخيلوا، يعني فترة، ورجع الوالد وكان عمره 22 سنة. حكاية التربية كانت طبعا مصر كانت زمان في الخمسينات والستينات الميلادية كانت عبارة عن مدرسة، كنا واحد راح أمريكا يعني طبعا. فلما رجع سبحان الله شاف الناس كلها بتلعب كرة قدم، فأدخل الألعاب مختلفة. نحن وثقنا الكلام هذا كله في كتاب سويناه للوالد، وموجود طبعا ديجيتال أو مطبوع على النت. الأولويات كان الله يرحمه يحب الأولويات، فكانت من الأولويات هذه أنه أدخل الألعاب المختلفة، يعني كرة السلة والطائرة في 77 هجري، يعني هذا بيتكلم عن حوالي 50 أو 60 سنة تقريبا الناس كانت كلها بتلعب كرة قدم. فأنا طبعا اختصرنا الكلام هذه كل الأولويات في هذا الكتاب واللي اعتبره كرسالة دكتوراه لي الحمد لله. الشيء الثاني اللي حاولت إنه أنا وأخواني والوالدة طبعاً في المقدمة إن نعمل حاجة سنوية بالإضافة للأعمال الخيرية حقته، إنه يكون هناك في أشياء الشيء اللي كان يحبه اللي هو التعليق الرياضي. طبعاً هو أول معلق زي ما ذكرنا في كثير من المواقع، اللي هو أول مباراة نقلت إذاعياً عام 82 هجري، أنا بتكلم طبعاً إذاعية طبعاً كانت إذاعة، وكان موضوع الكورن المربعات، تقسيم الملعب إلى مربعات وأشياء زي كده. ما كان أنا بقابل أو ناس بيرسلوا لي من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي فقدوا بصرهم، فكانوا بيقولوا لي نحن كنا بنشوف الملعب بعين أبوك، كنا نسمع الصوت في الراديو، كنا نسمع الكرة في مربع 2 مربع 4 مع سعيد غراب مع حسن دوش، كانوا بيتابعوا الكورة بصوته وبعينه. الحمد لله إنه هذه الصفة، لأنه هذه تقسيم الملعب إلى 8 مربعات هذه جابها معاه برضو من مصر، وطبعا قبل مصر كانت بريطانيا استخدم الموضوع هذا، لأنه الناس تتخيل قبل ما طبعا يكون في تلفزيون أو نت أو حاجة إنها تتخيل فين الكورة، يقسم الملعب إلى 8 مربعات، أعرف والله الكرة قربت ناحية المرمى الخصم أو ملعب أو في منتصف الملعب. فهذه كانت من أولويات اللي أدخلها
وفي وكانت مباراة 82 اللي هو بين أهلي جدة ونهائي أهلي جدة وأهلي الرياض، هذه أول مباراة رسمية تنقل على إذاعة رسمية اللي هي إذاعة المملكة العربية السعودية، مباراة كاملة نهائي كأس الملك. فحبينا أن نوثق أنه هذه الأولوية وهذا الشيء اللي كان يحبه سبحان الله في حياته أنها تسجل في جائزة، أو هي ما تعتبر جائزة، هي تعتبر مبادرة، بدأت مبادرة عائلية نحن من عندنا في البيت. حتى أول نسخة كانت في البيت يعني في الصالة، أو ثاني نسخة، في الأولى كانت في الملعب سلمها الأمير سلطان بن فهد، الثانية كانت في عندنا في بيته استلمها كان الدكتور رجال الله السلمي. بعد كده تتابعت الحمد لله النسخ إلى الآن وصلنا 17 نسخة الحمد لله، إنها نسخ أو جائزة معنوية أكثر منها مادية. يعني بعض المعلقين ما بيستلموا غير الدرع، يعني درع حتى مبالغ. طبعا الدعم دعم شخصي، أولا كان في أخوان لنا في مكة ولازم نذكرهم، يعني أصحاب فضل لنا، بدينا مع الأستاذ عبد المعطي كاكي، ثم بعد ذلك الأستاذ زياد فارسي، وفي سنة من السنوات أخونا أو قريبنا كمان الشيخ عادل حافظ، يعني إن شاء الله كمان ستة حد. لكن الميزانية كلها بسيطة جدا، أمسية وكانت في طبعا قيمة 8 أو 9 نسخ في مكة في البدايات في مؤسسة المباسي اللي هي الأستاذ عدنان كاتب مانسا، الرجل هذا كمان رجل فاضل والحمد لله. طبعا في ناس تقول لك طب ايش تستفيد مثلا ليله واحده في رمضان، الحمد لله ادعوا له في ذيك الليله. وفي موقف، يعني موقف انا ما انساه، يعني احد من المعلقين المشهورين جدا من بلد في شمال افريقيا، طبعا ما بقول، لكن دول تعرف الناس يعني شويه بعيدين، يعني مو بقول بعيدين على الدين، لكن طبعا ما يكونوا دخلوا الحرم في عمرهم، فلما بيجوا ما شاء الله بيعملوا عمره في مكه فزميلنا هذا بعد سنتين ثلاثة قال لي جزاك الله خير، أنت خليت عمرة رمضان عندي عادة سنوية، صرت أجي بعد كده من يوم ما جيت الجائزة حقت أبوكم. الحمد لله يعني هذه الجائزة، وإن شاء الله أنا دائما حتى أوصي أخوي أشرف والبنات، وأوصي كمان الأحفاد كلهم بداية من زاهد، إنهم يكونوا يستمروا على إن شاء الله بهذا الطريق، بعد الواحد ما يعني بعد إن شاء الله ربناتنا طولة العمر ننتقل إذا رفيق الأعلى. المهم إنهم يستمروا على هذا، لأنه ذكروا سبحان الله يذكر، والدعوات تجي في هذه الليلة وكل ليلة الحمد لله. فإن شاء الله نكون أدينا شيء بسيط. في نسخة من قبل ما أنسى، قبل سنتين كنا سويناها في القاهرة، وكرمنا طبعا ستة الحبايب، أمنا العظيمة هذه اللي استحملت، يعني أنت كنت أستاذة ريج، أنت والدك أيضا رجل رياضي، وأنا كنت لاعب في نادي الوحدة، لعبت سلة، كنت أشوف الأستاذ فريد يعني كان رجل جدا صراحة، يعني قريب جنب الرياضيين، وكان حكم سلة زي ما قال الأستاذ خالد الحسيني. طبعا زوجة الرياضي يمكن الوالدة عندك عانت الموضوع هذا أكيد أكيد كثيرة. وإحنا كمان يعني كنا بنعاني من غياب الوالد، هي السفريات السفر كثير، فكانت الوالدة يعني تخيلي تكون معها 6 أطفال جالسين في البيت لمدة، يروح كأس عالم، يروح طبعا الوالد أكثر من شهر، أحيانا تستمر الدورة أكثر من شهر، أو أحيانا تستمر شهر معسكرات. وكانت الوالدة الحمد لله طبعا تعرف ذيك الأيام شغلات كانوا نادرين، ولكن جزاها الله خير يعني ما قصرت وساندته الحمد لله، إلى الحمد لله وصل إنه يكون رئيس لجنة المعلقين العرب. العرب كلهم كانوا في لجنة أيام الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه، وكان الوالد يرأس هذه اللجنة، واستمرت هذه اللجنة 8 سنوات، والحمد لله إنه وصل لهذه المرحلة. نحن طبعا هذا الكلام كله ملخص للكتاب أو للسيرة البسيطة اللي الرجل هذا، الحمد لله نفتخر طبعا كلنا أنه نحن أبناؤه، وأتمنى إن شاء الله أنه الجميع طلع على الكتاب هذا موجود. الأستاذة تهاني جزاها الله خير نشرت رابط الكتاب،
وهو موجود في الشات، يعني اللي حابب يطلع عليه الرابط موجود في الشات، الكتاب هذا رابط الكتاب. شكرا لك أستاذ إبراهيم على هذه التوضيح، يعني صراحة احنا حنرجع لك تاني لسه في مداخلات إن شاء الله. بيذكر انه المهندس عبد العزيز سندي والشيخ خليل، يعني في شخصيات كثير اللي دعوا الجائزة وهذا، لكن انا بقصد اللي كان راعي رسمي، راعي رسمي كانوا معانا الشيخ عبد المعطي كاكي وزياد فارسي، وبعدين بعد كده في سنة من السنوات أخونا عادل حافظ. شكرا لك أستاذ إبراهيم. وناخد بس مداخلات معانا، منها الأستاذ عفاف انتظرتنا كثير جزاها الله خير. أتفضلي أستاذ عفاف، معك المايك، فك المايك من عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. مساء الطيبة ومساء العشرة الجميلة، مساء الأيام الحلوة العذبة حقيقي. أحييكم أستاذاتي وأساتذتي، أحييك الغالية ماما هند، بارك الله أنفاسك، بارك الله فيك، شكرا لك أستاذة ريج. معاكم عفاف منشي، ابنة الندوة القديمة وابنة مكة وعم زاهد قدسي. بالنسبة لي كأب حقيقي احتضن قلمي وشجعني، وأنا يعني بالنسبة لهذه العائلة أعتبر الصديقة منذ الصغر لها، فيسعدني ويشرفني بصراحة أني أقدم الكتاب اللي كنت تتكلموا عنه قبل شوية. شرفني أني أكون أنا ساهمت بقصيدة في هذا الكتاب، يشرفني ويسعدني أن أنا ألقيها اليوم. أتفضلي، يشرفنا أكيد ويسعدنا. الله يسعد قلبي. تشد الأماكن، تشد الأماكن والزمان يرنم، وتميد أغصان العطاء وتثمر، لما العلائق لا تزال شواهدا، لما تزل رغم الثرى تتعطر، حب وبر يانع يتهلل، عمل يوافيه الدعاء فينثر، سبحانك اللهم أزكيت الورى، فنفوسهم بجميل حال تكبر، فالشكر لك والحمد لك والملك لك، أنعم برحمن رحيم يغفر، كم سائر ولسان حاله ميت، يمشي بلا أثر فخطوه مقبر، وقرير قبر تشهد الدنيا له، لكأنه حي فعاله تسفر، وقرير قبر تشهد الدنيا له، لكأنه حي فعاله تسفر، رحمات ربي شاملات واصلة، تغشاك يا إنسان قلب يحضر، لما تزل بين الحنايا زاهدا، خيرا وإحسانا وفضلا يذكر، ولد يبرك بالصلاح ودعوة، صدقاته الإهداء نحوك يعبر، ماذا أقول وقد حظيت بعشرة، والضاءت منها المحامد تخبر، خلق وتعليم وبر قد بدا، ومحاسن شتى تفيض وتبحر، يا زاهد القلب الرحيم فإننا نهديك برا لا يكل ويفخر، ما زلت في الحسنات والبر الأعم، تسمو مع الدرجات عليا تزهر، ما زلت في الحسنات والبر الأعم، تسمو مع الدرجات عليا تزهر، هذه المشاريع السنية تبتغي وجه الإله، وعن خطاك تسطر، هي بسمة إفطار صائم، بهجة تهدي السرور، وحسبها ما تؤجر، يا رب فاقبلها النوايا والعمل، واملأ حناياهم بنور يعمر. وجزاكم الله خير على الاستماع. شكرا لك أستاذة. وهذا أقل القليل أقدمه لعم زاهد وللأسرة الحبيبة بكل فئاتها حقيقي، يعني أخواني القدسيين وأخواتي القدسيات والغالية الجميلة ماما هند،
الله يبارك فيكم ويكتب أجركم ويعطيكم العافية يا رب. شكرا لك. كلهم بيرحبوا بك، البنات كلهم بيرحبوا بك في الشات ويقولوا لك أختك الصغر الله يطول في عمرك إن شاء الله يا الله رب. يسعدك. الله يسعدك ويبارك فيك، وشكرا لكم، شكرا لكم على هذه الأمسية الجميلة. إذا أستاذة أريج إذا الوالدة عندها أي تعليق تتفضل، أهلا وسهلا بيها. أو منتقل أستاذ منصور. شغل أستاذ منصور إذا طيب أتفضل معنا أستاذ منصور، المايك معك أستاذ منصور. أيوة سامعك أستاذ أريج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. حقيقة أمسية رائعة جدا بروعتكم وروعة أهل مكة المكرمة الأوفياء جميعا، وحي المسفلة، وليس غريب أو مستغرب على حي المسفلة تنظيم مثل هذه المبادرات. جزاكم الله خير والله يجعله في ميزان حسناتكم. الله يرحم التربوي الرجل الفاضل الأستاذ زاهد إبراهيم قدسي، والأستاذ فريق حكيم، والأستاذ إبراهيم الحلبي، هؤلاء زملاء محمد رمضان الاثنين فريد حكيم وإبراهيم الحلبي، كانوا حكام طائرة ومع محمد رمضان أبو مريم في مكتب رعاية الشباب مكة المكرمة في عزية، عندما كنت أتردد على أبو مريم وأستقي منه أخبار رعاية الشباب من مكة المكرمة. بالنسبة لأستاذنا الفاضل القدير رحمه الله واسكنه الجنة ورحم الله أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين يا رب العالمين، الأستاذ زاهد قدسي حقيقة كان تربطني به علاقات، ولا زلت للآن أتذكر يعني من ضمن الحاجات إني حافظ رقم بيته دائما، يعني المهندس إبراهيم لما تكون في جمع من الأصحاب والأحباب يقول لي كم الرقم، أقول له 5-3-6-0-6-0، هذا رقم الأستاذ زاهد قدسي بحكم أني أنا كنت أتصل عليه على بيته ويعني أقول له نهاية الأسبوع هذا مباراة الأهلي والاتحاد منها يعلق عليها، النصر والوحدة منها يعلق عليها، فسبحان الله يعني ما زال الرقم بالرقم أنه الرجل توفى له 17-18 سنة، الله يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة والبركة في أبنائه وبناته ويطول في أعمارهم وفي زوجته الأستاذ هند علاف فالله يحفظهم. أذكر من ضمن الحاجات يعني أشياء كثيرة يعني تربطني بالأستاذ زاهد، كنا دائما نتقابل في مخابز المختار في شارع منصور اللي هو على الشارع العام قريب من مسجد الحسن. الأستاذ زاهد أيضا كان يتردد على مستشفى النور، كان عنده أظن شوية إذن يعني فيه يعني يشتكي من إذنه أو شيء، كان في دكتور طاشكندي في مستشفى النور، يعني حقيقة تربطني بمواقف كثيرة يعني حتى بأبناء أشرف المهندس إبراهيم قبل سنتين قبل جائحة كورونا كانوا مسوين تعبين عندهم في البيت في ذكرى يوم وفاته الله يرحمه، وكانوا في مجموعة من الأحباب، فكل أدلى بدلوه وذكر مآثر الرجل هذا إن كان في التربية والتعليم أو في الإعلام أو في المجال الرياضي. أذكر من ضمن الحاجات عام 82 ميلادي علق على مباراة إيطاليا والبرازيل لا زالت راسخة في الأذهان، كل اللي بيتابعوا ويحبوا زاهد قدسي لا زالوا يذكروا هذه المباراة وأنا من ضمنهم. أنا لي 37 سنة في الإعلام وهذه السنة دخلت 38، أنا فتحت عيني على اثنين قامتين إعلاميتين يعني رياضية في مكة لا ننساهم ولا يمكن أن ننساهم، زاهد قدسي الله يرحمه وإبراهيم ومحمد رمضان، هؤلاء الاثنين قامتين إعلامي يعني رياضية كانت ولا زالت راسخة في الأذهان في التاريخ الرياضي في مكة المكرمة، بالإضافة للأستاذ عبد الوهاب صبان رئيس الوحدة وغيرهم من رجالات مكة الأفاضل الذين لا نستطيع أن نذكرهم. أيضا من ضمن الحاجات أني واكبت المهندس إبراهيم في عدة مناسبات في جائزة زاهد قدسي، وكنت مما تشرفت في سنة من السنوات في شهر رمضان أنه كرمني الأمير نواف بن محمد رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، وكانت المناسبة تصير في مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا سنويا بدعم من الرجل الفاضل التربوي الذي لا يستطيع أحد أن ينساه الأستاذ عدنان محمد أمين كاتب، كان يتبنى المسابقة من جيبه الخاص ويرعاها يعني في تلك السنوات كذا، فجزاء الله خير كل من ساهم وكل من قدم عمل في للرجل يعني بعد وفاة الأستاذ زاهد قدسي. لا نستطيع أن ننسى مآثر الرجل هذا، لا نستطيع أن ننسى أيضا ما يقدمه أبنائه وبناته اليوم من عطاء الخير، الفريق الخيري فريق عطاء الخير لمشاريع زاهد قدسي. أنا مستعد أحط يدي في يدكم يا مهندس إبراهيم والله العظيم وتشرف، لأنه الأجر في مكة مضاعف يعني، يعني أتمنى أنه أكون معاكم قلبا وقالبا وإنتوا يعني في مثابة الأخوان. أنت عارف يا مهندس إبراهيم قديش علاقتي بك وبأخوك أشرف، وأتشرف بالأسرة كريمة كلكم على عيني وراسي. أثني على كلام الأستاذ خالد حسيني
يا إدارة التعليم مكة، يا أستاذ أحمد، يا دكتور أحمد الزايدي، أتمنى إنه نشوف في القريب العاجل مدرسة تحمل اسم الأستاذ زاهد قدسي. الحمد لله المهندس إبراهيم سعى وراء أمانة العاصمة لعدة سنوات لتبني شارع باسمه وصار، والآن بقي لا ما صار يا أبو محمد، ما صار لأنه قبل شوي أبداً نحن كنا متمنين الشارع اللي امام بيته الصغير هذا، ما كنا الا في الطلعه هذه الا نزك على وسط المهاجرين. نعم، ما طلبنا شارع رئيسي، طلبنا شارع صغير، لكن ما صار، لكن لانه مكتوب انت مكتوب في نفس المداخلات شارع زاهد قدسي، فافتكرت انه قمت الشارع نفذته امانه العاصمه. كنا ان شاء الله في الجنه يا منصور، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يجمعنا بكم دائما على خير. وارجع واقول لك مهندس ابراهيم، انت عارف قلاوتك ومكانتك عندي وصفه كريمه، ويدي في يدكم بفعل الخير في هذا الوطن، وطن الخير. اقول قبل ان اختم، اقول تحيه بلا حدود لاهل الكرم والجود، لاحلى بلد في الوجود، لبلد الحرمين وعزها دائم يزود، ونحن عنها بارواحنا نذود. حفظ الله كل من حاضر وشارك في هذه الامسيه، حفظ الله اسره وابناء وبنات وزوجه الاستاذه القدسي، رعاكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم لخدمه هذا الوطن، وقبله خدمه وطننا ديننا الحنيف، دين الاسلام الحنيف. واشكرك استاذ اريج انك تعطيني الفرصه، ورحم الله والدك، وارجع واقول يعني كانوا قامتين اعلام يعني رياضيه، فريد حكيم وابراهيم الحلبي بجوار محمد رمضان في مكتب رعايه الشباب مكه، وكانوا حكام طائف اذكرهم يعني تماما، فرحمهم الله وجزاكم الله خير على هذه المداخله. جزاك الله خير. طبعا استاذ اريج بتستعرض معاكم هذه صفحه كتبها الاستاذ خالد الحسيني، بعد صفحه كامله كانت بعد مهندس إبراهيم، عفوا بس داخلة صغيرة، أيضا المتحف اللي أنا زرته يعني ومسكت الكورة وصورتني حق عام 82، هذه أتمنى أنه رعاية الشباب يعني وزارة الرياضة عفوا أنه يعني تقيم متحف باسم الوالد إن شاء الله بإذن الله. والله نحن قلنا لهم أنه في البلد كذا متحف شخصي، يعني عندك متحف الوالد، عندنا في الرياض متحف الأستاذ منصور الدوس، عندنا في كابتن هاشم سرحان عنده متحف الا في العوالي، مضبوط دخلت انا. هذه نعم كلها متاحف شخصيه، يعني ليش ما تتجمع كلها في لو قلنا في الجوهره ولا في قاعه من قاعات الجوهره، يسمى صحيح متحف الرياض السعودي، وتعطي اجزاء لهذه باسمائهم. صحيح، تخليدا لهم. صدقت مهندس ابراهيم، تجميع، لانه الناس كل واحد عنده مقتنيات شخصيه. صحيح، يعني حاجات مآثر يعني تعتبر والله كنز يعني. فأتمنى إنه فكرتك هاي توصل لوزارة الرياضة، وخاصة إنه رجال الله السلمي يعني تربط علاقة قوية معه. طيب شكرا أستاذ منصور. شكرا نسيد الناس. يا مرحبا ورحم الله والديك. آمين وياك. شكرا لك أستاذ منصور، شكرا لك. معانا كمان مداخلة من الأستاذ إبراهيم الهندي، مدير مركز حي المسفلة. أتفضل معنا أستاذ إبراهيم، المايك معك. أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. شكرا أستاذ أريج على اللقاء الجميل الذي جمع كوكبه من عائلة القائد زاهد قدسي رحمة الله عليه، معلق وقائد محبوب والله لا يعوض، نسأل الله له الفردوس الأعلى. وبصراحة سمعت من المهندس إبراهيم قدسي والأستاذ أشرف والعائلة الكريمة وحفظ الله الوالدة وأطال الله في عمرها، ونفتخر بالأعمال الخيرية التي سمعناها والتي تقام باسم القائد زاهد قدسي رحمة الله عليه، وهذا ليس بمستغرب لأبناء بارين، جزاهم الله خير وجعل ما يقدموه في موازين حسناتهم. ولكم كل الشكر والتقدير من مجلس إدارة مركز حي المسفلة. وفعلا أستاذ أريج أنت أطرحتي نقطة مهمة جدا، نحن في مكة ومركز حي المسفلة نشيط في مجالات كثيرة، ونتمنى فعلا أنه نكون في شراكة بيننا وبين أبناء القائد المحبوب زاهد قدسي رحمة الله عليه في كل المجالات. نحن حاضرين
ويدنا في يدكم إن شاء الله بإذن الله. في معلومة يا أستاذ، أول شيء نشكر لك الاستضافة دي، وحي المسفلة، ترى الوالد من مواليد حي البخارية في المسفلة، فيعتبر مسفلاوي على قوله. صحيح صحيح، ونحن والله عندنا الأعمال في مكة، من وجبات ساخنة جافة، احتفال بضيوف الرحمن، أشياء كثيرة الحمد لله. وبصراحة اليوم اللي سمعته منكم الله يجزاكم بالخير من الأعمال اللي بتقوموها، كتب الله أجركم جميعا، شيء والله مشرف فعلا. أبناء بارين الله يجزيكم عن الجميع وعن المسلمين كل خير يا رب العالمين، واجعل ما تقدموه في موازين حسناتكم. جزاك الله جنة. شكرا لك أستاذ إبراهيم. الله يجزاك بالخير على تحت الفرصة. الأستاذ إبراهيم عنده ما شاء الله تبارك الله أنشطة رياضية، يتمنى أنه يلقى الدعم المعنوي على الأقل منكم إن شاء الله، لأنها صراحة أنشطة غير عادية، منها الفرفيرة البشرية يعني أنا ما أذكرها. يريد تشرح ولو شيء بسيط منه أستاذ إبراهيم. يا أستاذ أريج، نحن فعلا سوينا كتيب كامل الحمد لله، عندنا بطولة شهداء الواجب سويناها في كلية نياجرا الكندية، فرفيرة بشرية سويناها فعلا نفس الفرفيرة ولكن سويناها على أرض الواقع، يعني بيلعبوا جوتها، ولو كانت عندي صور كنت نزلت لكم إياها، ولكن إن شاء الله بإذن الله توصلكم الكتيبات إهداء من مركز حي المسفلة. وعندنا بطولات كثيرة سويناها، جمعناها كلها في مجلة واحدة، فبالعكس نتشرف إن شاء الله بإذن الله إنه نطرح هذه المجلة ونوصلها لين عندكم، وحق واجب هذا. شكرا لك أستاذ إبراهيم، وأهلا وسهلا بك. والعذر مني، كنت عارف أنا مسافر خارج مكة والله، لكن لقاء بهذا الجمال ما حبيت إني أشارك ولو بحاجة قليلة. جزاكم الله خير. شكرا لك، الله يديك الصحة والعافية. الأستاذ محمد السريحي، رئيس ديوانية السريحي ورئيس ديوانية الإبداع العربي، تفضل معنا أستاذ محمد. يا هلا، أول مرة أسعد الله مساءكم بهذه الأمسية الرائعة، لنا ذكرتنا باسم رياضي راقي جميعنا يمكن استمعنا له منذ بداياتنا، طبعا ما بنقول احنا كبار بالسن، ولكن واشكره الأستاذ إبراهيم، وسبق يعني التقينا في أحد المناسبات، وفعلا تتحدثون عن قامة رياضية يعني الأستاذ زاهد ما شاء الله، أنا حتى قبل فترة أقرأ عنه أنه حتى مجاله عشق الرياضة والصحافة الرياضية، رغم أنه أساسا تخصصه من مصر في مجال الإدارة، ولكن يعني تشاد له أو تناط له أشياء قد تميز عن الآخرين، أنه أول من نقل الدوري السعودي عام 1965 عبر الراديو وعبر التلفزيون، وأنه هو أول من أنشأ أو وضع بصمات لصناعة الصحافة الرياضية في تقريبا عام 1977 وفي جريدة الرياضة. طبعا زي ما ذكرتم ما شاء الله له تكريم جميل والعديد من الناشط، بس الشيء اللي فعلا أسعدني وفي نفس الوقت ما سمعت عنه بهذه الشيء، اللي هو أنه في أسرته مشكورين أنه عملوا جائزة للتعليق الرياضي، فياريت بس الأستاذ إبراهيم أولا نترحم عليه، وما زال الرجل توفى من سنوات ولكن ذكره طيب، وجزاهم الله خير أبنائه بالأشياء الجميلة اللي تركوها أثر لوالدهم، وهذا أقل ما يقال برا بالأبناء. ولكن فعلا من جانب الأمور الرياضية جميل أنه كقامة رياضية وأول تقريبا معلق سعودي دولي له جائزة محلية، جميل أنه نعرف عنه لجائزة التعليق الرياضي من أبنائه، الله يعطيهم العافية، وكل الشكر لك أستاذ أريج. كل الشكر لك دكتور محمد، أسعدتنا ونورتنا وشرفتنا. في مداخلة من الصحفي عبد الرحمن خياط. قبل يا أستاذ أريج ممكن تفضل. بالنسبة لموضوع الجائزة هذه، طبعا الحمد لله يعني أنه يا دكتور أنه نحن أنشأت بجهود شخصية ولا زالت قائمة، لأنه صوته بنسمع الحمد لله إلى الآن في جميع في اليوتيوب، فأنا أعطيكم بس 5 دقائق كده نذكركم بالصوت.
يعني في بعض اللزمات لا زالت موجودة والناس يتذكروها للآن، زي مثلا راسك يا جميل حقت ماجد عبد الله لما سجل في للمنتخب السعودي، فهذه ذكرى سنوية الحمد لله، وإن شاء الله مستمرين زي ما قلت أنا موصي الأولاد والأحفاد إن شاء الله باستمرار. تفضل سيدي. هو كان استفسار الدكتور محمد بالنسبة للجائزة موعدها، هل لها موعد معين سنويا؟ لا والله أو. طبعا السنتين الأخيرة طبعا موضوع الكورونا هذه طبعا أثرت علينا، وكان في نسختين تأخرت شوية يعني، لكن أنا الدكتور طبعا في لجنة، طبعا جائزة طبعا مش أنا كل حاجة، في لجنة من 5 معلقين هم اللي بيرشحوا من الفائز ومين اللي بيكون لهم تصويت، برئاسة الدكتور نبيل نقشبندي، وعندك أستاذ إبراهيم الجابر وغازي صدقة، وعندنا الكابتن شوبير من مصر، وعلي سعيد الكعبي من الإمارات، فهم اللي بيحددوا المكان والزمان. لكن احنا كنا في البداية ملتزمين انها تكون في مكة وفي رمضان، طبعا اختلف الناس بدأت تقول انه رمضان صار ضيق وهذا، فصار يتغير الموعد، ما صار رمضان الليل في رمضان صار قصير، فما ما نعم في اي نعم مجال انه لاي مشاريع يعني. نعم. ناخذ مداخله من الاستاذ محمد الرايقي. اتفضل استاذ محمد، المايك معك. اشكر الله تاخذ فيه مشكلة عندي في النت. ايوه واضح جدا. استاذة ماجدة ما رافع يدها شايف. طيب أصلاً انقطع الاتصال. طيب نشوف الأستاذة ماجدة، اتفضلي معنا أستاذة ماجدة. ما فين راح الاسم؟ خرجت شكلها ولا عندها الاتصال سيء؟ اتفضل دكتور محمد. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا اخوكم محمد الرايقي الله يحفظكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هون النت ما تجمل معنا في الجوال، حولنا على اللابتوب لان ضيفنا لهذه الليله صراحه استعدينا له وهو يستاهل. انا شرفت وسعدت دوما بحبيبنا الاستاذ ابراهيم قدسي، فهو صديق عزيز وغالي ويحق لهم، لك مهندس إبراهيم أنت والوالدة والأخوات والأخوان أن تفتخرون بوالدكم، كذلك كل المملكة العربية السعودية تفتخر بهذا الرجل لأنه قدم حقيقة مدرسة في عالم التعليق، وحتى أنه كثير من المعلقين تأثروا بالمرحوم زاهد قدسي رحمة الله عليه. أنا ندائي لوزارة الرياضة أن تدعم وتتبنى دعم الجائزة، هذه الجائزة لا تمثل المعلق زاهد قدسي، إنما تمثلنا كلنا من عاصر صوت هذا الرجل، نحن تتلمذنا واستمعنا، وكانت جميع الانتصارات الرياضية سمعناها بصوت هذا الرجل الفاضل، فيجب أن تتبنى، فهو جزء من الرياضة السعودية. نداءنا للرياضة لوزارة الرياضة أن تتبنى جائزة باسم هذا الرجل الكريم. شكرا لك أخوي إبراهيم. شكرا دكتور. يعني أنا أثني على كلامك، خصوصا أن الجائزة الوحيدة للتعليق الرياضي في يعني في العالم العربي. في أحيانا تقام جوائز للمعلقين الرياضيين، لكن تكون سنة وتوقف مثلا، أو سنتين وتوقف، أو خلال دورة معينة. لكن الحمد لله نحن مستمرين من بعد وفاته للآن 17 سنة
فنتمنى ليش لا. هذا بالعكس هذا بر منكم وبر بوالد بوالدكم ودعم للجانب عندكم التعليق. انت دكتور محمد يعني عزيز وغالي، وان شاء الله زي ما كنا تكلمنا ان شاء الله عندكم في ثقافة والفنون او اذا كده، او ان شاء الله يوم من الايام تقام عندكم ان شاء الله. ليش لا، نتشرف ونسعد، موفقين ومسجدين. شكرا لك يا استاذ عريج، وشكرا لك. شكرا لك، شكرا لك استاذ محمد، شكرا لك. بالنسبة في محطوط الأخت هاني حطت حساب تويتر لجائزة شيخ المعلقين زاهد قدسي. هو على فكرة هو ينقال عنه شيخ المعلقين أحيانا وينقال عنه أستاذ المعلقين. هو يعني بدايات تعليق الرياضي كانت صعبة، فأي واحد بدأ في موضوع طبعا يقال عليه كشيخ أو كأستاذهم، خاصة أنه كان طبعا أيام الأمير فيصل بن فهد غير لجنة المعلقين العرب، لجنة المعلقين السعوديين من عام 1400 إلى عام 1424 وفاته، كان رئيسها يعني لفترة 24 سنة. فالناس اللي عاصرت ديك الفترة يتذكروا المعاناة، خاصة في البداية يعني كانت نقل مباراة كانت معاناة، يعني إنه المخرج يمكن والدك الله يرحمه كمان عاصر الموضوع هذا، كان حتى لدرجة يحكيني أحيانا كيبل الكهرباء يأخذوا تبدأ المباراة يأخذوا كيبل الكهرباء من الجيران من العمارة المجاورة ويشبكوا فترة، وبعد كده سبحان الله يشكروا من الشخص ورجعوا له الكيبل. صحيح كانت بمجهودات شخصية أحيانا تكون. البدايات صعبة. موضوع الإعلام اللي ما تطرقنا عليه اللي هو أول صفحة رياضية، والأستاذ منصور يعني يعرف الكلام هذا، كانت الرياضي اسمها ملحق أسبوعي، أول ملحق اسمه الرياضة هذا كان يصدر من مكة في 77 أو 78 هجري، يعني كان عشان يحرص إنه يوصل للمكتبات يحط الأعداد في السيارة حقته وهو يوزعها للمكتبات من الفجر من بعد صلاة الفجر قبل ما يوصل مدرسة الزاهر أو بعد كده. ديك الفترة طبعا كان التوصيل أو وصول الصحف كان شوية فيها صعوبة. موضوع التعليم موضوع كبير، والأستاذ خالد الحسيني جزاه الله خير ما قصر وكان ملازم للوالد الفترة الأخيرة يعني، وكان أقرب واحد لهذا الموضوع. طبعا لو نتكلم عن مدرسة الزاهر المتوسطة، هذه كانت موجودة في حي الزاهر، حي الزاهر، وهذه مدرسة كانت موجودة في قصر الملك فاروق. أنا كنت في الروضة، كنت أروح أشوف المدرسة دي، كنت يعني الآن فترة صارت متحف مكة، ما أدري بعد كده إيش صار فيها. المهم كانت مدرسة كبيرة هيوج، كانت كنت صغيرة خاف إني أخش عليها، لكن كانت قاعات كبيرة كان فيها 1000 طالب، يعني تعرف طلاب زمانها شنبات كلهم. فكان رحمة الله عليه تربوي قبل ما يكون معلم، يعني واحد من القصص اللي أنا دائما أذكرها عنه، واحد من طلابه طبعا الله يرحمه معروف إنه عنده شطفة شوية قوية، يعني الكف الأيسر هذا، ويمكن أنا وأخواتي وأشرف أكلنا منه، لكن كلنا كنا نحبه في موضوع التربية. فواحد من الطلاب شكله أخذ واحد من هذه الكفوف، فبعد ما تخرج طبعا الوالد عنده 1000 طالب لازم يربيهم، كانت موضوع والتعليم كان صعب الأيام هذيك، فلازم تمشي في موضوع العقاب. وما شاء الله الحمد لله الرجل قابله بعد تخرجه بسنين في مناسبة في مكة،
فبيقول له ترى أستاذ زاهد أنا زعلان منك. قال له ليه يا ولدي؟ قال له والله اديتني كف أيام المدرسة الزاهر وأنا باخذ حقي منك دحين. قام الوالد شال الغترة كده وقال له أي اتفضل اضربني خذ حقك. قام الرجل طبعا حضن وسلم عليه قال له أنتوا ربيتونا قبل ما إيش تعلمونا. فكانت التربية سبحان الله بداية عنده. بعد كده طبعا راح مدرسة اسمها مدرسة الملك فيصل النموذجية. هذه مدرسة سبقت عصرها، يعني هذه السنة بتكمل 50 سنة، كانت في عام 92 افتتاحها، 92 هجري 72 ميلادي. أنشأ مدرسة طبعا بأمر من أو برغبة من الملك فيصل الله يرحمه، حضر حفلة في مكة فقال أنا أبغى مدرسة مشابهة للصغر في جدة، أبغاها في مكة. فكان الله يرحمهم في اثنين من عيال كعكي أو دحين الله يرحمهم طبعا توفوا اسمهم سراج وصدقة كعكي شيوخ، فقالوا نحن نتبنى المبنى ونخلي زاهد مدير عليها. فمن في هذه الفترة تم عمل هذه المدرسة، وكانت مدرسة سبحان الله طبعا هو جلس فيها 10 سنوات، كانت من أجمل السنوات وكان يتمنى أنه يستمر أكثر من كده، لكن تعرف التعليم وصعوبته كان طبعا لنا زي معين، كان لنا نظام معين، كان لنا مواصلات، كانت في باصات توصل الطلبة، الفصل ما يزيد عن 30 طالب، يؤخذ طبعا ما فيها عملية لازم مثلا عنصرية أو حاجة، كان يؤخذ الطلبة المتميزين في الثانوية العامة. فهذه يحسب لها إلى الآن الحمد لله. أنا بقابل منهم بعضهم وصلوا طبعا أطباء، بعضهم كانوا في مجلس الشورى، بعضهم مدراء الجامعة، يعني من خريجين هذه المدرسة. فالمجالات الحمد لله الثلاثة اللي كان فيها ليس بس التعليق الرياضي، ما تغفر الحمد لله الكتاب غطى هذه المجالات كلها. ما شاء الله تبارك الله، أضفت لنا معلومة إنشاء مدرسة الملك فيصل النموذجية. أكيد تاريخ الكل يعني ما كان معروف للكل، يعني شكرا نعم. لك مهندس إبراهيم من أنك أضفت لنا هذه المعلومة الجميلة، جزاك الله خير. جزاك الله خير، شكرا على إذا في أحد حاب الداخل أو ممكن أشرف في مداخلة باقي مداخلة السادة الحضور. أبو أبي ممكن يبغى عنده كلمة، ما تكلم أشرف كثير لكن ممكن لي ذكريات، لأنه قبل أنا الفترة الأخيرة للأسف العشر سنوات كنت في بعثة، وحتى وفاة والله يرحمه طبعا وفاة كانت مفاجأة لنا وأنا كنت في البعثة، لكن الله يرحمه حتى في وفاته كان سريع، يعني 3 ساعات كان في مستشفى النور، يعني من حبه لمستشفى النور أتوفى في مستشفى النور. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. الله يرحمه. رحمة الله عليه، ترك يقول من خلف ما مات، ما شاء الله تبارك الله، ذرية صالحة، ذرية ما شاء الله. شكراً. بتمد لأفعال الخير. نسيت أني أشكر الحضور كلهم صراحة على وفاهم حضورهم وحملنا الساعتين هذه، وطبعاً الشكر زي ما قلنا أول شيء لمركز حي النسفلة، والشكر لك يا أستاذ عريج والأستاذ إبراهيم. إن شاء الله يتم بيننا أي تعاون مع مشاريع زاهد إن شاء الله، وحتى الجائزة إن شاء الله مع أختنا دلال المدربة دلال إن شاء الله. إن شاء الله حيكون لي تواصل معها إن شاء الله عشان التعريف بالمشاريع الخيرية. أكيد. وأتواصل معكم إن شاء الله لتعريف بالجائزة إن شاء الله. شكرا لك، شكرا بالشيء. شكرا لكم وشكرا للأستاذة هند علاف اللي شرفتنا وأنستنا بحضورها وصوتها، الله يطول في عمرها ويعطيها الصحة والعافية ويحفظها ليكم يا رب. الله يرحم لك والدك انت كمان، يعني الله يرحمه استاذنا، وكان يعني قريب جدا لقلوب الرياضيين في مكة كثير، ترى سمعته ما شاء الله جدا جميلة. الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله ويجعل إن شاء الله الجنة مأوى يا رب العالمين. آمين يا رب.
شكرا لكم عائلة زاهد قدسي، المهندس إبراهيم قدسي، الأستاذ أشرف قدسي، الأخوات عبير ودلال وتهاني وميادة، الله يعطيكم الصحة والعافية، أنستوني ونورتوني وأسعدتوني بقبولكم للدعوة لهذه الأمسية الجميلة اللي كانت أمسية وفاء، أنا أسميها أمسية وفاء للراحل زاهد قدسي. الله يرحمه عم زاهد، حقيقي أفتكره دائما، كان يحب يعني كان إنسان جدا متميز بالطرافة وخفة الدم، يعني ما شاء الله عليه، وكان يحب يلقي الطرائف، يعني أنا كنت أحضر مع أبويا بعض المجالس وكنت أشوفه يعني رحمة الله عليه. هو يعني ما شاء الله لهذا يعني يكون لكل مقام لكل مقام، يعني كان سبحان الله مع الصغير يمزح، مع الكبير، مع أحيانا بعض الأمر يطلبوا بالاسم، الأمير عبد المجيد وأستاذ خالد الحسيني يتذكر الكلام هذا، كان الأمير عبد المجيد من الناس المقربين للأمير عبد المجيد الله يرحمه، يجيبوا جنبه، فكان لي كريزمة معينة مع الصغير ومع الكبير، والضحكة ما تفارقوا إلى 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 وقت وفاته. أنا ما حضرت وقت في النور، فكان يمزح مع الوالدة الله يحفظها، فكان يعني يقول لها يعني كلمتين كده فيها مزحة، ولكن عاد الشخصية هذه سبحان الله على قول واحد من يعوض زاهد اختصارها في المنزل، وربنا يجبر كسرنا ويجبر كسرك على وفاة، والأخوان والأخوات اللي حاضرين الله يرحم أمواتهم كلهم إن شاء الله. إن شاء الله جميعا يا رب. شكرا لكم، شكرا للحضور على الحضور، شكرا للمداخلات، وشكرا للمشاركة، شكرا 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 للعميد محمد المنشاوي، هو من أتاح لنا هذه الفرصة، وهو من أتاح وساعد في هذه الأمسية الجميلة، جزاكم الله خير جميعا، وجزاكم الله خير عائلة زاهد قدسي، أسعدتونا ونورتونا في هذه الأمسية. بس لحظة، هنا معانا الأستاذ عبد الرحمن خياط، هو من أول أتفضل أستاذ عبد الرحمن، معك المايك أستاذ عبد الرحمن. ما شكل الاتصال عنده سيء. شكرا لكم، كانت أمسية جميلة، أسعدتونا ونورتونا، جزاكم الله خير، وتصبحوا على ألف خير. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم. العفو العفو، تصبحوا بخير.